السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد من قناة كروشيت مع رندا. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل من أشكال غرزة الحشو، وهو غرزة الحشو الممتدة. في حاجة اسمها يا رندا غرزة حشو ممتدة؟ لغرز الحشو أشكال كتير جدا وعديدة، لكن أغلبنا ما يعرفهاش. من الغرز طبعا اللي مش معروفة كتير أو متداول شرحها كتير عندنا هنا في مصر هي غرزة الحشو الممتدة. طيب طريقتها ايه؟ يلا بينا نشوف طريقتها ايه. اولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة بتاعت غرزة الحشو الممتدة، ارتفاعها بيكون هو نفس ارتفاع غرزة الحشو العادية او اي شكل من اشكال غرز الحشو، هو سلسلة واحدة. طيب ليها عدد سلاسل بداية ممكن نبتديها بيه؟ لا، تشغليها على اي عدد موجود عندك او اي عدد انت حباه متاح ليكي تشغليه. تشغلي بيها ايه؟ نشغل بيها طاقية، نشغل بيها بلوفر، نشغل بيها مفرش، نشغل بيها حاجات كتير جدا. وبتدخل معانا يعني في وحدة بشكل الضفيرة، باترون ان شاء الله هشرحه معاكم في فيديو خاص بيه، لان هو باترون مطول شوية في اكتر من غرزة، وبيدينا في النهاية بيكولنا شكل ضفيرة جميلة جدا او عدة ضفائر بشكل مختلف بطريقة جديدة بتدخل في الغرزة بتاعتنا دي، بتدخل معانا غرزة الحشو الممتدة. علشان كده بحب اشرح معاكم غرزة غرزة لوحدها بالتفصيل، وبعد كده نطبق الاعمال طبعا اللي بتكون كاملة او قطعة كاملة على بعضها في فيديوهات تانية خاصة بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل دوت. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، هلف الخيط على الإبرة وبسن الإبرة هسحبه من الحلقة تاني. طرف الخيط القصير لما بشده بقفل في عقدة البداية. علشان تكوني مجموعة من السلاسل بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها. الخيط اللي هنشغل بيه النهاردة دوت خيط كارما ستار تركي، خيط متوسط السمكة مع إبرة رقم 4 مليمتر. تاني بكرر السلسلة، عشان تشغلي سلسلة بيكون معك على الإبرة حلقة، بتلف الخيط وتخرجي منها كده واحد، واحنا عملنا واحد يبقى اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، نكتفي ب12 ولا نعمل كمان تلاتة؟ نخليهم واحد اتنين تلاتة كده، المقاس أكبر شوية يبقى أحسن أفضل، 15. طيب دلوقتي بعد ما ارتفعت ال 15 سلسلة في البداية كده، عشان تشغلي في السلاسل بيكون عندك شكل حرف ال V او رقم 7 زي ما انت شايفة، صورة بس تكون اوضح. بالشكل ده ما بيكونش عندي فراغ تحت حرف ال V. يعني بيكون ايه مكون من ايه السلسلة يا رندا؟ بتكون مكونة من الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب اللي بعيدة عن وشي، وبتكون مكونة من الحلقة الأمامية اللي هي الفرونت لوب القريبة من وشي هنا، وعندي المطب اللي في الخلف. لما باجي أشتغل دايما في السلاسل بشغل في الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب، أو باخد معايا كمان المطب اللي في الخلف، بيكونوا الاتنين أعلى الإبرة وأسفل الإبرة بيكون الحلقة الأمامية. دلوقتي هنرتفع السلسلة ارتفاع غرزة الحشو، واتفقنا مع بعض الارتفاع بيكون واحد في كل أنواع أو أشكال غرز الحشو. بسيب السلسلة الأولى لأنها ارتفاع. دلوقتي عشان نشغل غرزة حشو بيكون معايا حلقة على الإبرة، وهوريكم طريقة غرزة الحشو العادية وغرزة الحشو الممتدة عشان نعرف نفرق ما بينهم هما الاتنين. علشان نشغل غرزة حشو عادية بيكون عندي على الإبرة حلقة، هسيب طبعا الارتفاع واروح بقى للحلقة الخلفية للغرزة اللي بعدها، السلسلة اللي بعدها، هسحب الخيط وهخرج، بيتبقى معايا حلقتين على الإبرة. غرزة الحشو العادية كنا بنلف الخيط ونخرج من الحلقتين. تاني بكرر معايا حلقة، هدخل في السلسلة اللي بعدها، اسحب الخيط من الخلف واخرج تاني، معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين. هكمل السطر ده كله بغرزة الحشو العادية، والسطر اللي جاي هنشرح فيه غرزة الحشو الممتدة عشان نعرف نفرق ما بين الاتنين وايه الفرق ما بينهم. تاني غرزة الحشو العادية بيكون معاكي حلقة، بدخل في الحلقة الخلفية للسلاسل عندي اهي، بلف الخيط وبخرج، معايا حلقتين، بلف الخيط واخرج من الحلقتين. بالشكل ده بكمل بقى السطر بتاعي كله. بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، واحدة واحدة بغرزة الحشو العادية، تدخلي فراغي تلفي الخيط وتسحبي وتخرجي، تلفي الخيط وتخرجي من حلقتين. تاني بلف بدخل بلف الخيط وبخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين. في حاجه عايزه اقول لكم عليها، غرزه الحشو يا جماعه ما بلفش الخيط على الابره قبل ما بدخل، لا
انا معايا حلقة طبيعي وبدخل على طول بدون لف الخيط على الابرة، وبلف الخيط بعد كده واخرج من الفراغ بتاعي تاني، هلاقي معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه. اخر غرزة معايا اهي، بدخل بلف الخيط وبخرج، معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه. كده اشتغلنا غرزة حشو عادية اللي بتديني شكل حرف الفي، لان طريقة سحبة الخيط اللي احنا سحبناها اللي بتكون طبعا الابرة بتاعتي تحت الخيط بالشكل ده تديني شكل حرف الفي. واتفقنا مع بعض قبل كده لو هتسحب الخيط بشكل يخلي لك غرزة الحشو بشكل حرف الاكس، بتخلي الابرة بتاعتك هي اللي فوق الخيط وتسحب الخيط كده. خلاص دلوقتي هرتفع سلسلة، ارتفع غرزة الحشو. دلوقتي بتكون عندي فراغات فوق كل غرزة، وعندي فوق حرف الفي، وكل حرف في بيكون عنده تحته فراغ زي ما احنا شايفين. شايفين الفراغات اهو تحت كل حرف في وفوق كل غرزة، دي الفراغات اللي انا بدخل وبشتغل فيها بحيث يكون عندي حرف الفي. بصوا لو دخلت في الغرزة عندي حرف الفي كامل على الإبرة اهو. حاول بس اوضح الصورة بالشكل ده. بيكون مكون من الفرونت لوب اللي هو الضلع الامامي والضلع الخلفي، بيكون موجودين على الابره، وانا طبعا ايه داخل الفراغ. دلوقتي نشرح مع بعض بقى غرزه الحشو الممتده وايه الفرق بينها وبين غرزه الحشو العاديه. انا معايا حلقه، بدخل الفراغ بتاعي، اتفقنا تحت حرف الفي الفراغ بيكون واضح وباين اهو، بدخل فيه بسحب الخيط بتاعي وهخرج. كده معايا حلقتين. لما كنا في غرزه الحشو العاديه بنسحب كنا بنلف الخيط ونسحب من الحلقتين دول، لا في هنا عندي امتداد. يعني ايه امتداد؟ يعني الغرزه بتاعتي بتكون اطول شويه. طيب ازاي نطول الغرزه شويه وازاي نعمل الامتداد دوت؟ بلف الخيط على الابره وبخرج من حلقه واحده بس، شايفين الحلقه دي اهي، اتبقى عندي حلقتين بقى بلف الخيط وبخرج منهم تاني. بكر بدخل فراغي، ما بلفش الخيط على الابره خالص يا جماعه، غرزه حشو ما فيهاش لفه الحلقه على الخيط، بيكون معايا بس الحلقه الاساسيه اللي على الابره. بدخل فراغي بسحب الخيط وبخرج تاني، معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من كام حلقة؟ حلقة واحدة بس، ودي اللي تديني الامتداد بتاعي. وبقالي حلقتين بلف الخيط بقى وبخرج منهم بكمل غرزتي بشكل طبيعي تاني. بدخل بلف الخيط وبخرج، معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقة واحدة بس أول مرة، وتاني مرة بلف الخيط وبخرج من الحلقتين المتبقيين، معايا حلقة على الإبرة. بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج، معايا حلقتين، بلف الخيط وأخرج من حلقة واحدة بس، واتبقى حلقتين بلف الخيط واخرج منه. بصوا الفرق والطول ما بين الغرزه دي والغرزه دي، دي طبعا بتديني الامتداد اللي احنا شايفينه، والسلسله اللي هي طبعا طلعت في الاول بتديني شكل جميل جدا، وفي نفس الوقت اطول يعني بتديني حجم اكبر، وهي هي بنفس الطريقه وبنفس السهوله، ما فيهاش اي حاجه خالص. كل اللي احنا بنعمله بس ان احنا بندي لنفسنا امتداد ان احنا بنخرج من حلقه وبعد كده نرجع نخرج من حلقتين. معاكي حلقه على الابره، بتدخلي الفراغ بتاعك تسحبي الخيط وتخرجي، معاكي حلقتين بتلف الخيط وتخرجي من حلقة، اتبقوا حلقتين بتلف الخيط وتخرجي من حلقتين، وهكذا طبعا بقى حتى طبعا نصل الى نهاية الراوند بتاعنا بنفس الطريقة وبنفس السهولة والبساطة، ما فيهاش اي حاجة. لكن طبعا لازم نكون متعلمين كل انواع الغرز وكل النقط الفنية في غرزنا، علشان لو طلب منك في باترون في اي عمل انك تشغلي بطريقة معينة تشغلي بيها وانتي بكل سهولة وكل بساطة بالشكل ده اهو. نخرج من حلقة ونرجع نخرج من حلقتين، ندخل فراغنا نلف الخيط ونخرج، نلف الخيط ونخرج من حلقة، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، طبعا لغاية ما بخلص الراوند بتاعي بكل بساطة وسهولة اهو بسرعة. نبدأ نسرع اكتر حتى اخر غرزة عندي، وبنفس النظام بقى برتفع سلسلة، وبعد كده بشغل تحت ايه في كل فراغ عندي بيقابلني زي ما احنا شايفين تحت حرف الفي. دي كانت غرزتي النهاردة او فكرة الغرزة بتاعتي النهاردة، غرزة الحشو الممتدة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من قناة كروشيه مع رند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.